حكيم، حكيم، نعم. واش نقول لوالدي؟ يا راهم حابين يجوا يزورونا ويزوروا الدزاير، ها؟ واش خممت؟ يا نانسي واش تقولي لهم؟ راكي شتي الحاله اللي رانا فيها، وزاد خالي سكن معنا هذاك هو. علاش ندوهم الكاش اوتيل؟ هذا مكان. وخممتي كي ديهم الكاش نزل؟ خممتي شكون يديهم وشكون يجيبهم؟ حتى النسيه راه ما كانش. علاش هذه هي الخطره الثانيه اللي عيطونا باش يزورونا ويزوروا الدزاير، وانت دايما تسب لي في السبايب. ماشي سبايب، انا نقولو كنزيدو نصبروا شويه، نتولوا روحنا مليح داك الوقت عرضيهم يقعدوا معاك قد ما حبيتي. اي صحة كيما حبيت. شنو راكي ديري؟ ها جيتي؟ خليني نغسل في الحوايج. نحي نحي الرفة تاعك نغسلها لك. واو انا مليحة كيما راني. ما تطلعيش الفوق. لكن نكمل الحوايج ونطلع. إما راني الفوق. ها روحي. عجوز انا جبت بجوج حويجات غسليهم لي. يا خليني ترانكيل، انا حوايجي راني حايره فيهم. شوت حويجات يا عاجل ما نغسلش. وعلاش ما تغسلش؟ كي تسحقيني اي وكيما ما راني نقول لك ما نغسلش. استني اي ما تغسلش ما نغسلش غسلي ماتير بيغ دبن انا. يا 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 اسمعي خلي ما خير لك. يا امشي انت امشي امشي اروح لهنا اروح. يا نهارك على بالك رفد الزمه تاعك وروح عليا. اخرج هاول. نودي نودي ما تخافيش اروح. وانتي واش دخلك فينا؟ حبيت برك نسقسيكم كم حكي لي قصه حياتك. واش من قصه؟ القصة اللي خلاتك في هذه الحالة اللي راكي فيها. الحالة اللي راني فيها؟ وانت علاش راكي حابة تعرفي الحالة اللي راني فيها؟ خاطرش أنا صحفية وراني ندير تحقيق على البؤساء اللي كيما انت. صحفية؟ إلا راكي حابة تعرفي الحالة لازم تخلصي دراهم كبار. هاكي نزيد لك هادو، والمرة الجاية نعطيك أكثر. واسمني صافية، وإلا راكي حابة تعرفي الحالة ديالي حلي ودنيك وسمعيني مليح مليح. كنت عايشة مع واحد الراجل وحش، كل يوم يضربني يسبني يعايرني. واحد النهار وجا يضربني ونخطف له الخنجر ونقتل. ومن بعد؟ ومن بعد درت فيها 10 سنين حبس. ولو كنت تحكي لي حكايتك بالتفصيل. زيدي انا عطيتك هادو. هادو ما يجوش حتى في عشايه، واليوم الدنيا راهي غاليه. وبهادو يكفوك؟ هكذا نتفاهمو. غدوه روحي ليا الفوق ونحكي لك كلش بالتفاصيل كيما تقولوا نتوما. غدوه. هذا انت وراكي زادنا شكون وراك الدار؟ كيفاه لو كانت تدخلي في كنش الحوته جايباتك جايباتك. هاكي تسمعي فيا؟ ما تقلقيش روحك، كنت جايتك العشيه. كنتي جايتني كيما ديك النهار قعدت 4 سوايع وانا قاعده في الشمس على خاطر هذاك الملف رايحه نديه للشرطه. على لا لا دوك نجيب لك دراهماتك. صح وما كلاش. شوفي في عاود نعطيك مليون. ايه نعطيك زوج. زوج بالك نزيد نشوف كمارتك هنا عندي. ما تزيديش تشوفيني. جيبي جيبي السناي. السناي السناي جيبي نشوف. نحسب لهم. لا لا ما تحسبيش ما تحسبيش. واه الشابه الدزاير عجبتك النظره؟ نظره شابه بصح الحاجه اللي ماشي شابه كي تخليني نستناك هنايا ساعه. لا غالب شدوني. واش تحبي ندير؟
انت دائما كيف كيف، يا شدوك يا عطلوك. هيا نقعدوا. على بالك صباح كي رحت والدي زادوا كلموني، واش نقول لهم؟ واش تحبي تقولي لهم؟ الصباح برك كنا نتكلموا في هذا الموضوع، دوك نقعد نعاود. ملا اذا فهمت والديا ما راحيش يجو كامل، خالك هذا راح يقعد معنا طول حياته. ملا نقول لك انا نروح، صحة فطورك، نهارك سعيد. نانسي 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 وراك رايحه؟ نانسي انا بخويا عيط لي لاني على المراه. جيب لي حاجه بارده. صباح الخير رشيد. صباح الخير. شفت حكيم؟ شوفي كان مع سيد علي. سيد علي وراح حكيم؟ عنده 10 دقائق ملي راح مع ساميه. وين راح؟ على باليش. واش هذا يخدم عند ساميه ولا يخدم في الجريده؟ تسقسينيش انا، تسقسيهم هما. صح. سبحان الله. الطفلة اللي تجي تسقسي لي على حكيم ما كانش فيهم وحدة تغلط وتسقسي على سيد علي. كل واحد وسعدو. ما بقات حتى مفاهمة، كيما تقولوا نتوما كل شيء بالمكتوب. زيدي صبري شوية يا بنتي، تروحي بلا ما تحلمي. يا مفيش نقول لك يجي انزي يا اللي جيت. وعلاش واش كاين غير الخير؟ لانسي راهي تخمل في حوايجها وهي رايحه. رايحه؟ ايه. لانسي واش بيك هبلتي؟ واش راكي ديري؟ علاش؟ راك تشوف فيا نقطع في حوايجي؟ راني نرزم فيهم برك. يا نانسي نانسي قصدي علاش تروحي؟ نروح بلاد اخرى وين نقدر نعيش. وعلاش هناك شما خصك؟ راكي عايشه كي السلطان. بين اربع حيوط لا تيليفزيون وينك. واش تحبي ندير لك كي الناس كامل؟ ايه الناس اللي في الحبس، وانا ما درت والو باش تعيشني في الحبس. يا نانسي نانسي شوف ما تقول لي والو، انا خديت موقف، انا نروح وانت اذا تحبني كيما موالف تقول تجي معايا. سمحي لي يا نانسي بصح الكلام اللي راكي تقولي فيه غير معقول، حنا في عادتنا المراه هي اللي تبع الراجل ماشي العكس. في هذه عندك الحق، بصح ماشي في بلاد كيما هذه ما كاين والو، لا مسرح لا سينما لا نوادي حتى حاجه، وتقول لي كلام غير معقول. على بالي بلي الجزائر ماشي كيما اوروبا. في هذه عندك الحق. وزيد نقول لك انا ماشي ذنبي اذا ما كانش مسرح وما كانش مهرجانات وما كانش حفلات وما كانش وما كانش. شوفي يا نانسي انا نقول تفهموا خير، نعهدك اذا قعدتي كل عام نخرجك نديك وين تحبي، غير تكون عندي عطله نديك الخارج. باش نشم شويه هواء ولا نشوف مسرحيه لازم نروح للخارج. شوف نقول لك تسمح لي بصح انا نروح، انت اذا تحب تجي معايا اتفضل، واذا ما حبيتش حد ما قال حد. خلاص كملتي ما عندك ما تجي تقولي. خليني واش صرا يا يما يا درا واش قالت له ديك المصيبه يا درا يا درا يا ربي. تحبي تعرفي واش قلت له؟ اني رايحه ونخلي لك وليدك ينسى سول راسه. صباح الخير رشيد. صباح الخير. قول لي هذوك اليامات اللي خدمناهم خلصونا فيهم؟ ما على باليش، شوف مع حكيم. صباح الخير حكيم. صباح الخير. الجمعة هذه خلصونا ان شاء الله. واش كاش خبر في الجريدة؟ ديما كيف كيف. احق قبل ما ننسى راني شفتك في قاعة الشاي مع المدام تاعك، يظهر لي راكم متفاهمين بزاف والله العظيم راكم تفرحوا. رد بالك يا سيدي علي المظاهر خداعة. وعلاش راني غلط؟ لا لا حقيقة ما راكش غلط، احنا متفاهمين بس عندنا مشاكل. واش هما المشاكل اللي عندك؟ انت تخدم والزوجة تاعك تخدم وعايشين في سرايا وتقول لي عندكم مشاكل، اما لا لا هكذا اعطيني شويه من هذه المشاكل اللي عندك. حكيم اصبح وانا نستنى فيك. اسمحي لي سميه راني جاي. تفضل سيدي علي.
ديروا هنا انتم؟ واش راكم ديروا هنا؟ هضر هضر معاه. عندك ملايرتية؟ عندك براكات تخلع في روحك؟ هيا هيا خلينا منها. هيا انا رايح نسكت علينا من هيا. ما تدش تولوا ها خي هب استنى تقنين اري 10000 5000 خطينا شنو يا شنو ما عنديش صافية اجت حبيبتك اطلقها اطلقها راني نقول لك هاديك ها اشبعيها واحد الهم ارواحي اطلعي صباحي يا سيدة سيدة بديتيني جبتي معك واش قلت لك ولا حبيتي نحكي لك حكايتي لله في سبيل الله لا لا أنا جبت لك هكي أربعين ألف بارك زيدي لي 20000 ولا ما تكليش عليا نزيد لك 20000 بصح لازمك تحكي لي حكايتك بالتفصيل ولا عجبتني القصة ديالك راني نزيد لك اكثر من هذا الشيء بالتفصيل هي قاعدي الا حبيتي نجيب لك كرسي تاع القذيفة لا 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 راح نقعد وين خلينا الحكاية البارح خليناها كي داوك للحبس وحكموا عليك 10 سنين الحبس الخطر الاولى داروني وحدي على بالك الحارسات ما يرحموش صفية وراي فاطمة الزهرة صفية هاكي السماء شاني يقول لك ها هذا انت فاطمة الزهرة راهي هنا ولا شاك تحوس عليها مك ولا اختك انت واش دخلك ما تحوسيش تفهمي هيا هيا غير ريح رجليك يلا شوفي انتي كاش نرجيك حاجه ماشي مليحه راني نقول لك كيف تحسب يلا امشي روح انا يقعد حضرت معاك امشي يلا هيا يا اخي يا اخي هادي فاطمه الزهره راه محوس عليها هو علاش انتي ثاني راك تحوس على فاطمه الزهره شكون هادي الا حبيتي تعرفيها دخلي يدك في شكارتك وطلعيهم ونقول لك شكون فاطمه الزهره حاجة أخرى تعليها انت على جالك ها تقربها ها ما تكمليناش الحكاية هي وين كنا كنا في حكاية فاطمة زهرة شكون هذه ايه فاطمة الزهرة كما تقولوا انتوما كانت زميلتي في الحبس 10 سنين 10 سنين وانتوما في بيت وحده كنا كتف للكتف وتنجمي تقولي مش واحد يذبحنا ايه زينة قتلت مرأة وراج وش حل حكمولك خمسة وعشرين سنة وبقتش شرعوك شارعوني عندها 15 سنة من اللي شارعوني أما اللي قعدوا لك 10 سنين كيما أنا كل اللي حمولي شحال عندك دراري
يرحم والديك يا مخلوق. عفيني عفيني وما تزيديش تهضري لي هذه الهضره. خلاص خطيني خطيني. ومن بعد واش صرالكم؟ ايه حكايه حبيبتي من نوع رافيع كما تقولوا نتوما. ديك المرا مسكينه مظلومه من اولها لاخرها، ما عندها سعدها مسود. وين نقدر نصيب هذه فاطمه الزهراء؟ ارواحي غدوه ان شاء الله ونقدمها لك، بصح تجيبي معك شي مصروف. نجي لك هنا؟ لا لا، ارواحي ليا الفوق وين الفواره. ايه عندها سكنه تاع الصيف وسكنه تاع الشتاء. اسمعي بركه ما تمهبلي عليا، بركه ولات سكنه ما قدك والو. هيا روحي وما تنساش تزيدي جيبي معك دراهم. ها غدوه مالا؟ غدوه ان شاء الله، بصح جيبيهم ما تنساش. بالسلامه. صباح الخير سميه. صباح الخير حكيم. واش كملتي؟ قرب شويه ما قعدتش بزاف. على حساب شوف عندنا اجتماع مع المدير. انت ثاني عندك الحساسه صح. روح روح قعد دوك نجي. قولي لي المقال تاعك على المرأة كملته؟ نقرا لك شويه منه. بصح غاولي قبل ما يجي المدير. اسمع مليح. كانت المرأة في العصور الغابرة تحتل مركز القيادة في مجتمعها، فلا حل ولا عقد إلا بموافقتها. أما في العصر الحديث عصر الحضارة والتكنولوجيا، فقد أصبح الرجل يقدس هذه المرأة حتى أفرغها من محتواها وحولها إلى ديكور في الصالونات. هذا قسم من الرجال اللي جعلها ديكور في الصالونات، وكان قسم واحد آخر اللي جعلها مصنع للولادة. هذا ما عندك تقولي المرأة؟ هذا ما كان. على كل حال ماشي أنا اللي اخترت هذا الموضوع، أنا اخترت موضوع المتشردين والبؤساء. خلي بالك يجي المدير ممكن تغيريه. هذا هو أملي. سكت وجا المدير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلوا ريحة. سمحوا لي طولت عليكم بزاف. ها ندخلوا في المفيد. أولا نشكركم على المجهودات الجبارة اللي قمتوا بها، ونطلب منكم ما تفشلوش. على كل حال مجلتنا راهي خدات طريقها للشهرة، وهذا نفهموه كي نشوفوا الإقبال المتزايد تاع القراء تاع المجلة. مرة أخرى نشكركم بزاف، ونفضل ما نطولش في الحديث، نفضل نفتح باب النقاش، اللي عنده ملاحظة أو تدخل يتفضل. تفضلي. شكرا. تفضلي أنيسة. لو سمحتي للمدير، أنا كنت قدمت لكم طلب باش نقوم بتحقيق على البؤساء المتشردين. وانتي باش مكلفة يا أنيسة؟ بالمرأة لأني مرأة، رغم أنه ما يفهم المرأة إلا الرجل، عكس ما يقولوا ما يفهم المرأة غير المرأة. ما لا مراكيش موافقة هذا المثل؟ أبدا. شوفي يا أنيسة سامية، مع الأسف ملف البؤساء والمتشردين رانا كلفنا به زميلتك فوزية، وانتي ما عليك إلا تكملي ملف المرأة. متفاهمين؟ إيه من زهري. هاي جد فوزية. مش بيها فوزية؟ وين الخير؟ ملف تاعك وين الحق؟ أنا معه. صح سامية، أتكلي على الله. فوزية تفضل. اسمح لي، انا كذلك قدمت لك طلب وخليته فوق المكتب تاعك. انا عارف ولا شفته يتكلم مع الفنانين بصفه عامه. خير ان شاء الله.
واش راك ياكي بخير؟ ايه لو كان يا بنتي تنعلي الشيطان وتولي راجلك. ايه هنا حتى حاجة ما تخصك. ايه احنا في عادتنا المرأة هي اللي تبع الراجل يا بنتي. ايه ما راهوش هنا راه في المجلة. ايه ابقي على خير روحي بسلامة. حكيم. نعم أنا جاي. صح. ألو؟ نعم؟ آه نانسي. وش راكي؟ يا نانسي من فضلك. اسمعي لي. ما كاش لي حوزك من الدار. شوفي إذا تسمحي قول الكلمة. بهالطريقة ما ظنيتش نحلو المشكل. واش تقولي لو كان نديرو اليد في اليد؟ ماشي خير؟ هكذا بالك لربما نحلو المشكل تاعنا. شكون يما؟ علاش كش ما قالت لك يما؟ كاش ما خسرت لك؟ اسمع يا نانسي. كيما تحبي. راكي مصممة ما ترجعيش. صحة كيما تحبي. هيا مع السلامة. صحة فيك. صباح الخير رضيان. صباح الخير. مش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. قولي لي رئيس التحرير موجود؟ لا مازال ما لحقتش. وحكيم؟ حقا ما قلت لك ثانية كنت شوفي كلمة مرت من أوروبا قلت مزيش نرجع توكا براهم وفي قاعة تحرير. صحة فريدة. صباح الخير سامية. غير الخير حكيم. لا 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 بأس غير الخير. قولي لي سامية خدمتك كملتيها؟ ولا غير مازال مازالني مع مرحلة التحضير. وانت وشك داير فيها؟ تحبين نقول لك صح والله ما درت والو 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 والو. شوف حكيم اذا كاين كش حاجه نقدر نديرها ما على باليش انا كش حاجه نقدر نعاونك بها ولا غير قول لي. يا سامية المشكل يخصني وماذا بيا ما نحصلكش معايا. كيفاش تحصلني ما تحصلنيش حنا زملاء والحاجه اللي تخصك تخصني وخطر عليك خطر عليا علاش؟ معليش خلي خطر اخرى ان شاء الله ونحكي لك. اسمعي اسمعي انا نهضر معاك واش راك يدير. امشي امشي امشي. لا ايه امشي. يجي صور فينا هنايا راك تقول مجله ثقافيه اسبوعيه باش راح تعمرها. ادخل. اه اي بصح وراهم تظاهرات ثقافيه ما كانش ديرها شهريه وما نعرف. اتفضلي. اه زيد خمم شوية ومن بعد تصل معايا. هكذا هاني في المكتب بيه. صح ومن بعد إن شاء الله. أوكي صح. أيوة فوزية غير الخير. لا لا غير الخير. العمل نتاعك راهو ماشي؟ راهو ماشي الحمد لله. وقع لي واحد الحادث البارح مع واحد متشرد جيت نهضر معاه حبي يضربني. ماذا بيا يعني كان نشوف لك شو واحد يعاوني. وانت يا شكون راكي شايفه؟ حكيم. حكيم حكيم عنده خدمه. لا لا نسحقو برك يوقف معايا مره ولا زوج هذا ما كان. دوك نشوف. حوسي لي على حكيم في قاعه التحرير وباتها. صح بصح هذوك المتشردين شحال واعرين كي نساك يا رجال. وانت كنتي عارفه هاد الشيء؟ لا لا كنت عارفه رجال بصح نسا ما ظنيتهمش واعرين لهالدرجه. واحد المتشردة كل ما تحكي لي كلمة نحي لي 20 ألف.
خلصت لي كاع دراهمي، شهري تاحت خلاص. بصح انت يا كنتي حابه تقومي بهذا التحقيق وتحملي مسؤوليتك. نتحمل المسؤوليات. ادخل. هاو جا حكيم. اهلا الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. غير الخير. شوف مع فوزية عاونها وقف معها في التحقيق نتاعها. لا لا يوقف معايا برك. نوقف برك. اه. وفيوق هذا؟ عشية. في الليل. ماشي في الليل. إلا تقترح الوحدة. إن شاء الله. اتكلوا على الله مالا. صحة. على خير. سلامة. وهاد الشرطة علاش جبتيه معاك؟ ماشي شرطة هذا يخدم معايا. آه لا لا ما فهمناش هكذاك ها؟ ما تخافيش قلت يخدم معايا. ما فهمناش هكذاك أنا نقول لك. معليش معليش أنا نستناكم هنا. استناني يا ما تخليش وحدي. هيا امشي. سيارة. نحي ما تمسيهاش اي وخري وخري قلت لك وخري بعدي وخري واش بيك وخري واش بيك رايحين ناكلوها يا اخي مهبوله يا اخي ما تمسهاش هاني جبت لك الصحافه اللي قلت لك عليها هذه صحافيه هذه صحافيه ايه واش حب حبت تهضر معاك يا واحد الزقطيه يا الى تحقي فيني راني في البراكه هذه ما تنسيش اللي فيه طبع ما ينطبع وانتي تحوسي تهضري معايا ايه تحكي لي قصة حياتك نحكي لك قصة شبابي قصة شبابك خاصة شوفي تحزن علي يا ما وما تذهبيش بالخط زين عليا ما غنفتح لك راسك على زوج هيا ذهبي بدلي وجهك من قدامي امشي راسك تاعك تقولك يا زوج ادري جدي ولي هنا يا واحد الكلبه خذ ربي امشي 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 هاتك واش كاين واش بيك ما تحشمش هيا امشي هيا نحكي لك قصه حياتي ماش ما درتي لها ما قلت لها والو كيفاش رجعت هذا ايه درت لها على قصة شباب هنا تضرب فيها بالحجر هذا ما كان هذا ما كان هيا هيا روح شوفها ما نجيش معاك هيا تحقيق تاعك هذا اما روحي بنينين تحت ضحكت لي يا وليدي سيدة سمحي لي نقعد ماد على راحك يا وليدي ماد على راحك مش تحب عندي كلمتني عليك زميلتي ماذا بيا نتعرف بيك كلبة عليك وكان زيد تحط رجليها هنا نفتح لها الراس نتاعها على زوج وما نحبش نزيد نشوفها انا خلاص كلبة راه ودوك انت يا واش راك حاب مني انا علاش تحوس مدى بيا لو كان تحكي لي شوية من قصة شبابك قصة شبابي حتى انت حاب نحكي لك قصة شبابي اليوم ما نقدرش يا وليدي راني عيان ارجع لي يا ولدي ارجع لي يا ولدي ونحكيها لي معليش نخليك تريح هيا بقى على خير وقد دعاني ثم جاء لرؤيتي فقد كانت لديه رحلة عمل
مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بكم في حصه وكل شيء ممكن، الحصه اللي تدخل الرحمه في القلوب وترجع الامل. حبيت نتكلم لكم على خالتي حوريه. خالتي حوريه تعرفوها كما نعرفها، صبحت من العائله منذ بدات حصه وكل شيء ممكن. هي مره ولا مرتين في السنه تجي وتدير نداء باش تحوس على بنتها فاطمه الزهره، ولكن شيء ربما اللي ما تعرفوش هو انها منذ 30 سنه منذ راحت عليها بنتها وهي تحوس عليها، كانت شابة صغيرة وصبحت كبيرة الآن، مشات البر كله شرق غرب جنوب، مشات حتى الجانة تمرست في أقصى جنوب البلاد، ولكن مازال ما صابتهاش وإن شاء الله تصيبها. هذا واش نتمنوا لها. خالتي حورية راهي معانا اليوم، على سلامتك خالتي حورية. الله يسلمك يا مشراكي. الله يسلمك. والشيخ ولا بس شوية خير يسلمك. هكذا وفاطمة زهرة كاش خبر عليها؟ والو يا وليدي، رانا محروقين عليها. شوفيها تكلمي معاها مباشرة. يا بنتي يا بنتي الحنانة، ولا راكي تشوفي فيا؟ يا بنتي يا بنتي ولي لينا للدار، حبينا نشوفوك، توحشناك يا بنتي العزيزة. يا بنتي ولا راكي تشوفي فيا؟ بابا راهو في حالة وراه مريض، تعقل ما ياكل ما يشرب، وقابل الباب ونزيد نقول للمؤمنين ولا كان شفتوها ولا سمعتوا بها خبروني يرحم والديكم. كاش الحجة هنا؟ معليش انا نسناوها هنا. ريح بصح ما تدخلوش. ها والله ما كان حتى واحد. وين تحبهم يكونوا؟ ما يمين ساكن على شرهم. بالعكس يا فوزية بالعكس. وكان العكس ولا جيت عزيزة؟ ما تخافيش ما تخافيش، قعدي هنا ما تخافيش. الهبة تديش تحطي رجلك هنايا ورجعتي. ها بصح كيدير هنا؟ ما تخافيش. كل بابا بالعقل بالعقل برا. امشي امشي من هنا امشي. واش ليك؟ ما جاش عندك يا اخي مهبوله يا اخي. قلت لها ما فيش زين له. انا يا اخي عندي هذا نقول لك. اديها يا اخي مهبوله يا اخي. اديها وبدلي وجهك من قدامي يا اخي مهبوله يا اخي. علي وانت يا اخو قلت لك ما نسيش الحبه نشوفها لا تجيبها معك. ها ما تتخلقيش لا يعيشك. تفضلي هذوليك. غير الخير. ماذا بيا نتكلموا شوية أنا وياك؟ لو كان تحكي لي قصة حياتك. قصة حياتي؟ كي نحكي لك حياتي يا وليدي واش راح دير بها؟ القصة هذه رايح تخليني نحل عيون الراقدين ونهز نفوس الجامدين. والظن اللي كاين ناس مازال عندهم قلب وروح ونفس ما نظنش يا وليدي. ما نظنش. خلاص الرحمة خلاص. ما تخافيش كاين، ولهذا لازم نحكوا لهم القصة تاعك بواحد الطريقة اللي تخليهم يفكروا فيك وفي مثالك. وش تكون انت يا وليد؟ ها؟ أنا أنا صحفي واسمي حكيم. ها زيد؟ وعايش مع يما. تحبي نديك معايا للدار نقدمها لك؟ زيد شوفي ماذا بيا تحكي لي قصة حياتك من البداية للنهاية. يا وليدي واش تدير بحياة تاع واحد ميت؟ ها؟ واحد ميت هو اللي جاي يديه، صاري له كهذيك الفلوكة اللي حطمها البحر ورماها على الشط. هذا هو اللي يهمني. ماذا بيا نعرف كيفاش وعلاش الفلوكة هذه تحطمت. اسمع لي يا وليدي، مانيش محتاجة أي شهر، يكفيني السعد المسود اللي سود لي حياتي وشبابي وخلاني. تعرف كيفاش خلاني يا وليدي؟ خلاني كالحطبة اليابسة اللي مرمية على شط البحر.
راني نشوف بلي القصة تاعك شابة ومؤلمة في نفس الوقت. مؤلمة بالك يا وليدي؟ شابة ما نظنش، ما نظنش. قولي لي باباك ويماك عايشين؟ كانوا عندي بابا ويمك، كان في عمر 16 سنة. كنت أقرأ في هذا الوقت. كنا نخذها عندي ما ولا حياتي يا وليدي. لو كان نحكيها لك حياتي مرة مرة مرة. زوزو زوزو شراك لاباس لاباس لاباس. على بالك بلي جلست لك للدار وما لقيتكش، وقالت لي يماك بلاكي هنا في المسيل. هيا يا قلت لك شحال مره ما تجيش تروحي للدار. بابا ما يحبش من نهار اللي خرجوك من المسيل. ما تخافيش، سنيت وحتى خرج من الدار طلعت نحوس عليك. غير الخير مراد هم مهبلني اهو، ما ياكل ما يشرب اهو كي مهبول عليك. قولي له ما نقدرش نخرج معاه، لو كان يشوفني بابا يقتلني. زوزو هو تانيك حبي يخطبك، حبي يتعرف عليك مليح مليح، وحبي يطلبك من عند والديك. مال علاش ما يتقدمش؟ الله اعلم. صح ما تنساش فوق كل هذا عنده خير كبير، عنده هنا وعنده لهيه. حاولك اه عمره طويله. حبيتي تهضري معه؟ لا 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 ما نهضرش معه دوكا، نروح دوك للدار. وشحال مقلقه اسمي. هذه بريا عطاها لك، قال لي اعطيها لها في يديها، وكما يقولوا ما على الرسول الا البلاغ. خلاص نروح انا دوكا. استني واش نقول له؟ قولي له ما على باليش، من بعد نشوف غدوة. ايه خلاص ان شاء الله ان شاء الله غير غدوة. ولا ها هذا انت واش يحوس عندك وليد خوك؟ دايما كيف كيف يخطف في فاطمة زهر. واش قتلو؟ واش نقول طفلة مازالها صغيرة، كي تكمل دراستها نشوفو. ياك ما عطيتلوش كلمة. واش نعطيلو؟ ما عطيتلو والو. اسمع اسمع مليح يا مرا، ما بيد راني على قيد الحياة، بنتي ما نزوجها غير مع الراجل اللي تختاره هي. هاك هنيتني حقا. نعم ورا هذاك الملف تاع البارح راه في البيت اللي ملهيه. صح ما تنساش تجيب الخبزة. اه يما بابا خرج؟ معلوم خرج، وباباك يقدر يصبر على صحابه. انا نيحة غير هنا عند خالتك مطلع عليها. غير الخير قالوا لي عليها يا مريضه. سلمي عليها. يبلغ يا بنتي. ايه حقا باباك اهضر مع وليد عمك وقالوا انا بنتي ما نمدها لكش، شوف في جهه اخرى. صح صح. طلعي في روحك يا بنتي وطلعي في الدار. سلكيهاش، انا على بالي انتي قافزه. ما نسلكهاش، واش حبيتني نعمل نجيبها تاع الدرع؟ لو كان هضرتي معاها مليح وفهمتيها كانت جي. اسمع المهم انا عندي اتعاد معاها غير غدوة باش نشوفها. اسمعي بديري المجهود تاعك، الرحمة على والديك خليها عليا. من فضلك زوج قهاوي هاكي. تهلايا تهلايا برك كون مهني. زهرة يا حبيبتي خليني نشوفك ولو لحظة واحدة ونسمع صوتك مرة واحدة وبعدها نموت. صورتك عندي نتفرج عليها ليل ونهار وحاطها فوق قلبي وما تفارقنيش أبدا. راكي هنا يخوت لك بعديني سمحالو.
بعدين الوجه ربي بعدين يا بنتي. اسمحي لي بعدين حطي سنيني لتحت. خلاص انا راح. اسمحي لي واصلي. فكرني وين كنت وليدي؟ ايه كنتي تقري في الرساله من بعد جاوا طفبوا عليك. ايه يعطيك الصحه. كي طبطبوا في الباب مشيت نحل الباب. شكون؟ انا ربيعه. جوزي اسمعي ما يوليش باباك ما يوليش دوكا. وش بيك ماكن حتى واحد؟ كيش يهمك؟ ما كاش هجوزي مزية. جوزي انا مش هنطول معك. ولاش؟ لو كان يجي باباك يلقاني هنا ما تفرش. على بالك بلي تلاقيت مرة اللي فاتت معاه. نقولك وش قال لي؟ قال لي ما نسيش نسحقك الدوري مع بنتي. وش درت له؟ خيخ تعرفي بابا يحبني بزاف ويخاف عليا. حتى صحباتي خيرهم لي وحده وحده. ومن هالي خرجوك من مسيده من فضلك مانيش محتاجه درس في الاخلاق. واش بابك خليته برا وانتي لقاك هنا؟ خلاص الفايده خلينا من هذا الموضوع. تعرف على مسجد غير الخير. مراد هو كين مهبول علي بركي ما تمسخري دوك. والله غير مني صح وبعتني ليك. واش قال لك؟ حبي يلقاك. بصح على بالك ما نقدرش نتلاقى به. تعرفي بابا قولك حاجه بالخوف ديالك ما كي رايحه توصل حتى نتيجه. واش خصو مراد؟ شاب وسيم عنده مال تاجر هنا في اوروبا فوق هذا يحبك وناويك للخير. صح دبر عليا واش ندير دوكا؟ دخلنا في المفيد غدوه تش تخرجي من المسيد. عزو جونس هما لا شوفي غدوه نتلاقاوها ثلاثه مول البلديه هاكي شافها وين غير واحد ما يعرفك لتماك. لا لا يجي مراد بالسياره ديالو نرفدوك ونروحو نروحو للبحر. ما تقولي ليش باباك راح يتبين خفي. مالي هذا انت وراين بك؟ اي عند خالتي هنا برك. شدي 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 اقول قلبي. ربيعه ربيعه خفي خفي روحي دوكا روحي غدوه ثلاثه خلاص روحي برك. شوفي يا يما اذا راكي تعبانه خليك تريحي. يما اول مره واحد يعيط لي يما. سميتك كيما حسيت ولا ما حبيتيش؟ لا 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 يا وليدي ما تغير حتى شي راني كيما يماك. نخليك راكي تعبانه. لا لا مانيش تعبانه نكملوا. صحتك سلمى. واش الحاله ماشيه في الثانويه؟ ما كاش مشكل؟ لا لا بابا كالعادة. اسمحي لي يا بنتي وقيلا درت غلطة من حقي ما ندخلش روحي في أمورك. وش من غلطة؟ راني لقيت ربيعة حبيبتك وقلت لها فاطمة زهرة ماشي من ندك وماذا بيك ما تزيديش تيليها. شوفي بنتي ما تندمش خير حباباتك من الثانوية. أنا نقول لك هذا الكلام في صلاحك. على بالي يا بابا حتى انا قلت لها ما زيدش تجوز للدار. صح بنتي ما تخممش. شكون هذا اللي ما زيدش تجوز للدار؟ انا وبابا نحكيو على المسيد. صح هيا فطروا فطروا قبل ما تبرد الفطره. هيا يلا بسم الله. الله يقويك مع السلامه. هيا كلوا بصحتكم. كي طولتي على بالي سنيت بابا حتى خرج باش جيت. مراد كان يستنى بصح نقول لك عنده شغل صغير دوك يعاود يولي. نقول لك حاجه
ويشد لك واحد الهديه ويقول لك خليها لك مفاجاه. صح على بالك هاد الحومه ما نعرفهاش، راني خايفك شي واحد من جيراننا يشوفني هنايا. خاولك ها. نعم فاطمة الزهراء واش كاين؟ والو والو ولا صح واش كاين؟ واحد جارنا كان جايز وجاب لي ربي شافني كركبت معاكم. جارك ما شاف والو؟ راني متحقة بلي شافني، لو كان يسمع بابا تقوم القيامة. واش بيك فاطمة الزهراء؟ مادام راكي معايا ما تخافي والو. ولو كان يكون شافني؟ راني نضمن لك حتى واحد ما شافك. وهذا الوقت كل واحد يتلهى بهمه. اي والله ما ديري والو في بالك راك انا هاك خويا هاك هاك شي الله يعاونك. قول لي يا وليدي عندك يماك وباباك؟ عندي يما برك. نعرف عليه يا وليدي قلبي تفتح لك. شوفي يا يما انا تاني تريني حاسب بنفس الشيء. ولفتك يا وليدي قصتي تحبس هنا تلقى الخير ان شاء الله. هذا ما فيها القصه تاعك. هذا ما فيها، هذه البدايه يا وليدي. إذا تحب تسمع الباقي ارجع غدوة إن شاء الله. شوفي واش تقولي لو كان ديك معايا للدار تفرح بك يما، وهكذا تريح معنا يامات ويتبدل عليك الحال. كتر خيرك يا وليدي كتر خيرك، علم لي حوار يومين برك يومين. لا لا وليدي كتر خير وقلت لك روح يا وليدي روح، وغدوة كي ترجعك تلقاني لتحت تلقاني شلة هنايا إن شاء الله. متهلا في روحك. ما تخافش يا وليدي روح. فعلى خير. سلامة وليدي. كده انت تضحك بكلمة ها؟ واش حكيم؟ شو تخمم؟ تحبي نقول لك؟ والله العظيم غير راني نخمم على هذيك العجوزة. دخلت في قلبي مانيش عارف كيفاش مي دخلت في قلبي. شوف قلبك خاصك كي تقرب لهم وتعرفهم تغير رأيك. إيه أنا ما كنتش حاسبهم إنسانيين. غلطت. المهم إنك تعرفت وما زدتش تسرع في حكمك. هذه هي الأولى وهذه هي الأخرى ما زدتش نعرف. هكا حبيتي؟ حاولي كل هدف روحوا كلموا المجلة. الو رضيا حكيم حكيم شكون؟ فيك تاج ماشي بخير. هاي ما داو هنا المتشي. هيا صحة تعاود نعيط لك. هيا صحة بقى على خير. واش مريم كيش راكي تحسي روحك؟ راكي خير من قبيله ولا كيف؟ شوية الحمد لله. الحمد لله ربي ما فيه غير الخير الحمد لله. هاي ريح واش كاين واش صرا؟ لا لا غير خير غير خير. حاكم وين كنت؟ جيت نحوس عليك لقيت يماك مسكينه في حاله. يا خي مزيان جا خالك ديناها للسبيطار وهذا ونولينا.
انت يا سيدي وين رحت؟ كلمته في المجله قالوا ما عرفوكش كامل وين مشيت. لا لا كان عندي تحقيق خارج المجله كنت نعاون فيه فوزيه. واش قالها الطبيب؟ الطبيب قال لك ما عندها حتى شيء خطير بصح يلزمها ترتاح وتهلا في عمرها. اما لا يماك هاي هنا قدامك كلمها يرحم الله والديك كلمها. واش يما كيفاش راكي تحسي في روحك دوك؟ شويه يا وليدي الحمد لله. ريحتي؟ الحمد لله. شتي واش خالك طبيب؟ يما قولي لي واش تقولي له كان تروحي تجوزي مات مع خالي في حمام ريغه؟ يا وليدي ما ذهبية سقسيه لا خالك وافق. انا نوافق يا اخوان نوافق على راس ولاد. راني نخمم شكون يعشيكم الليله. خالتي مريم ما تخميش انا ما خرجتش منها حتى نعشيهم ان شاء الله. يا حمر وجهك يا بنتي يزين سعدك الله يعطيك ما تمني. الله يسلمك خالتي مريم. حكيم روح ولي لي الماء نوراهم. راني جاي. اسمح لي خالي. راح تفضل تفضل روح. خويا جعفر واش تقول له كنخطبوها الطفله الحاكم؟ صونات موت وعينها في الحوت سنح تاعك بلي طلق الاخرى اللي مليح. هيا دوكا شوفي التهي بامرك وريحي ها والاخرى حاجه اخرى يجي بربي وقتها هاي ريحي. يتلقها لاباس؟ لاباس. قولي للمديره وهنا. ايه وهنا ماهوش مقلق. علاش مسحقيتي؟ عندي تحقيق تاعي هذاك حبيت نحبسو و عندي شويه مشاكل عائليه زعما يقبل لي. يقبل علاش ما يقبلش؟ دقيقه شوف قول له سليمان كاينه فوزيه حبت تشوفك. قول لها ادخل. شوف ادخلي الصفحه الاولى نحب الصوره نتاعها. انا عمال سيدالي شتي الدخان كيما قلت لك. والله العظيم لا نسيت تنساك الموت ان شاء الله. على كل حال من بعد كي نخرج نجيب لك الدخان. نتكل عليك ان شاء الله. ها راضيه وزكيك المدير صح؟ نعم ابعتي لي ساميه. ماله ادخل. صباح الخير سيد المدير. صباح الخير تفضلي سامية. اذا راني شافي مليح كنت حابة تقومي بتحقيق حول البؤساء والمتشردين مازلتي عند رايك؟ اكيد لكن بشرط واحد لازم تكملي التحقيق نتاعك حول المرأة اللي بديتي فيه. موافقة سيد المدير غدوة إن شاء الله يكون فوق المكتب تاعك. ماذا بيا وتفضلي هذا شريط تسجيل وفيه بعض المعلومات تاع زميلتك فوزية. طالع عليهم في قاعة التحرير. شكرا سيد المدير. مع السلامة. تفضلي. واش حبيتي؟ جيتي نشوف فاطمة زهرة. شكون فاطمة زهرة؟ فاطمة زهرة حبيبة صفية. وكش ماش حقيتي عندها؟ أنا صحفية جيت في مضرب فوزية. قولي لي كش ما جبتي لها؟ مش حبيتني تجيب معي ما جبت لها والو. قولي لي لا راهي هنا ولا ما كانش.
واش قلت منضرش بابا؟ ما تقولش كاين خير من هذا. لا لا عندك الحق، منضرش بابا بصح ما تنساش بلي كاين منادير اخرى شابات. واش ما تعرضنيش نقعد ولا راك تسنى في واحده اخرى؟ خسارة عليك يا فوزيه، على بالك بلي كان عندي موعد معك. تفضلي قعد. السلام عليكم. السلام عليكم. اتيات اتياتي. لا فيش مشكل. لا ايه ادخل. ايه انت لا قول عشية مالا عشية كما العادة. ايه العشية ان شاء الله مالا. مع السلامة. صح سامية جبيه. والو والو نحي تشوف يدك كيفاش والو هادي ضربة كيما هادي تقولي لي والو واش تلاكمتي مع محمد علي؟ هاك عارف التحقيق لاني قايمة به ماشي سهل. واحد المتشرد البارح ضربني وطيحني في الأرض وما سلكتني غير واحد المرأة متشردة كيفو. علمتك سامية وقلت لك هاد الشي ماشي سهل ولا جاك التحقيق صعيب نكلف واحد آخر وخلاص مبالا. لا 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 الموضوع هذا أنا اللي اخترته وما دابيا كمل تحمل مسؤوليتي. وإذا سمحتي المدير نطلب منك حاجة واحدة برك إذا كان ممكن ضيف لي واحد يوقف معايا. إذا ممكن إذا ممكن. وانت راكي شايفة كاش واحد يعاونك ولا على خطر الزملاء تاعك كاملهم خدامين؟ نقول حكيم. حكيم كلميه إذا قبل ما كاش مشكل. صباح الخير عليكم. صباح الخير فريدة. شو راه مع المدير؟ سامية برك. رشيد الغنية تاع صاحبك جبتها؟ نسيتك وضو ان شاء الله نجيبها لك. اتهلا. اهلا سي حكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. راك جيت في الوقت المناسب. غير الخير. لا لا غير الخير. لا راك فارغ شغل وجد خدك يزرقوه لك كيما زرقوا لها خدها. واش بيك سامية؟ غير الخير. ضربوك؟ والو ما خاطر العمل واحد المتشرد. ضربوك وحبيتي تزيدي تديني معاك باش يضربوني؟ مانيش طالبه منك باش. انا ماشي تاع الضرب معايا برك هذا ما كان. حكيم سامية كملوا الحديث تاعكم برا. هيا نروحوا. قولي حكيم غدوة ان شاء الله تكون كملت التحقيق تاعك. ايه ممكن. حبي يقول اليوم ما تقدرش تكون معايا. والله ما نقدر عندي موعد مع واحد السيد راه يستنى فيا ودوك نروح نكلموه في الهاتف. ايه مش عليه انا درك عندي موعد مع واحد المتشردة ممكن تحكي لي حياتها في السجن. ردي بالك منهم حتى نسارة موعرين. لا لا على بالي كنت عارف هاد المرأة تغير رايك عليها ضربة واحدة. على كل حال اني وصيتك. غدوة ان شاء الله حكيم. ان شاء الله. قولي لي سامية ما عندك ما ديري من بعد نتلاقاو ونشربوا قهوة العشية ان شاء الله. هي. ان شاء الله. هيا بقي على خير. سلامة. صباح الخير سامية. صباح الخير. عندك بزاف ملي جيتي؟ واحد 20 دقيقة هكذاك. وفاطمة الزهراء هنا؟ ما كانش مازال ما شفتهاش من الصباح. السنين نطلع نشوف ولا ريف البراكة تاعها ونولي. خالتي فاطمة. خالتي فاطمة. شكون اللي رايح يوسع عليها؟ أنا. قولي لها الصحافي عندي موعد معها. إيه. عندها 4 أيام وهي تتسنى فيك. خلاص ضل. خلاص صفية خلاص أنا جاية وليدي. يا. واش راك دير تما نتايا يا اخي قلت لك روح تشري يلا. رجعتي وحده الهرابه ملي رحت ما بنتش يا وليدي. صباح الخير خالتي فاطمه. صباح الخير يا وليدي.
هاي اقعد وليدي. اسمحي لي ما جيتكش داك النهار. اسمح اسمح وليدي اسمح. الحكايه طويله. حكايه انا نحب الحكايه تحكي هذه. وش الحكايه هذه؟ ها راكي شافيه على الصحفيه اللي كانت تجي معايا السفاجه هذيك؟ اي وانت حوستيها. رحت شفت المدير وقالت له بلي عندي مشاكل عائليه. سرحها وطال الملف الوحده صديقتي. وادي صديقتك وين راهي؟ راهي هنا دوك نجيبها لك تشوفيها ان شاء الله تعجبك. عيط لها. سامية سامية صباح الخير خالتي فاطمة زهرة. صباح الخير ابني. شحالك؟ بخير يا عايش. الحمد لله. تعرف تخير ها؟ واسمك بنيتي وشحال في عمرك؟ اسمي سامية وفي عمري 21 سنة. 21 سنة. ايه. انا حياتي حبست في 17 سنة. ايه 17 سنة. قول لي انت ربي مازال ما مهتم بالحكاية نتاعي؟ مهتم بها بكل اهتمام. إما لا فكرني وين حبسنا المرة الأخرى؟ كي مشيتي في السيارة مع مراد ورابعة؟ يدي حافظة الحكاية مرة ها؟ درست الملف كله. سامية من زمان مطلعة على الملف وعلى بالها بالحكاية مليح مليح. آه مالا عجبتك القصة؟ عجبتني بزاف. إما لا نكملها لكم. عرضوني كي رحت معاه ركبنا في السيارة ورحنا نحوسوا حبسنا على شط البحر. قديش تعرفي يا زوزو؟ مش عارفين نسميك زوزو؟ أنا فرحان بزاف اللي راكي معايا. النهار اللي شفتك ولو ساعة ولو دقيقة وأنا نحلم بيك. قولي لي حاجة، أعطيني حاجة، إشارة. تخافيش ما تخافيش. قولي شوف. ها شتي؟ أنتي خايفة. شوي بلا لا. واش قلت؟ بزاف عليك مراد. فاطمة الزهراء هذا والو مازال خير القدام. كي تحبني هكذا وعلاش ما تخطبنيش مع البابا؟ شوفي باباك هو بابا. انت شفتي كاش واحدة تحب واحد بلا ما تعرفه ولا حابة تزوج بيه بلا ما تعرفه؟ انا تاني كنت قادر نتزوج في وراك بصح قلت لا لا. خلينا من هاد الهضرة. احكي لي شوية على روحك. بابا كيماك خالتك قاعد شي حبيت تعرفي علي كلش. انا اسمي مراد نجار في عمري 26 سنة. والدي مات واحد واربع سنين. الله يرحمه ويسامحه. انا حاب نشري دار هنا ديك الساعة نجي نخطبك مع عند والدي. واش قلتي؟ ها؟ ما عندي ما نقول. بصح لازم تهضر مع بابا. ما يكون لا خاطرك هنايا.
لا لا فاطمة الزهرة ما تستحقر معي نايم. ما تسمعتش ديالك طيب. ما على باليش بنتي هكذا. سمحولي انا راح نكمل. بصحتك. لا يسلمك. سخانة لا لا ها تبقى تروحي واحد البيت هنا تريحي شوية ها وش قلتي شلون ظلامك يا موالد حال كاين انا 22 عاونيني نتكيوها خالتي فاطمة ندوك معنا للدار معكم اللي تديوها وصلتوا لها لا درنا له خالتي فاطمة نديك للطبيب نوضوا نوضوا روحوا خليوها في حالها كثر خيرك اولي اذا بغيتوا تولوا غدوا ولوا قعد مع صفية يا حكيم اقعد اقعد ريح ريح عندي صوت شي ريح نعطيك واحد خالي وانا خلاص الحمد لله فالي يا ربي قل لي حكيم واش درت في قضيتك توزوجتك على بالي اسمح لي ما حقيش ندخل روحي كامل لا لا يا خالي من حقك تدخل واش حبيتني نقولك القضيه هي انا سنى فيها تولي للجزائر وهي قاتليه ليا لاوروبا وهذا على كل حال ماهوش حل لازمكم تتفاهموا يا خويا حط لكم في غرفه الماكله ولا في الخيامه لا 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 تعشوا غير تماك في الخيامه هي صحه قولي خالي يرحم والديك واش حبيتني ندير على بالي انت ما تنجبش تروح وتخلي يماك ويا جماعه على الشيطان وتولي دارها واش راهي تستنى هذه واش راهي تستنى شوف قل لي وري لي حاجه واحده اللي شابه وتخليها ترجع للبلاد واش تقصد كلامك ثقافه ولا ماشي غير ثقافه يا خالي كاين 100 حاجه وحاجه على كل حال لازمكم تسيبوا الحل يا تفهموا يا تفارقوا خاطرش باش ما يصرا لكمش كيما صرا لي انا مع خالتك رانا في الله اكبر نار انا في الطلاق بصح انت تانيت يا خالي شويه روح ليها تكلم معها بالك يهديها ربي وتولي يا في الحقيقه والله غير هذاك واش جا في بالي راني نقول غدوه ان شاء الله روح شوفها في دار موليها ان شاء الله خالي ربي ما في غير الخير ان شاء الله ان شاء الله نوض تعشى والعشاء راه وبرد بسم الله وانت ما تعشاش معنا لا لا نصلي المغرب ونجي اي الله يقبل Thank you.
علاش ما جاش معاك؟ ها شتاب هبجع بجع حكي. صباح الخير عليكم. صباح الخير. لا خليتها جات وحدها هكذا؟ لا ما جبتهاش معك؟ خلاص ما زيدش نعاود. ها ما زيدش تخليها تجي وحدها؟ ريحتي من البارح شويه. الحمد لله شويه باش نكمل لكم. وين حبست البارح؟ انت اللي عندك ذاكره مليح. فكريني كي دختي في المرقص خالتي فاطمه. كي دخت في المرقص فطنت الصباح. فطنت الصباح لقيت روحي وحدي في البيت. الباب كانوا غالقين بالمفتاح. شو العياط هذا؟ مش بك تعيطي هكذا؟ ما كاش مراد فهمتي؟ زين نسمعك تعيطي تسقام لك غالية. يا أخي يا thank you.
انتي فاطمه شويه حكيمه زاد عليها الحلوى شدي انت ديها لداركم يا انا نديها لدار خلي نديها انا للدار هيا نوضي عاوني غير بالعقل هيا غير بالعقل برك غير بالعقل راضيه حكيم قولي لك شو تحوس عليها ايه شكون راهم كامل تما لا لا ما نجمش نجي لا لا عندي الناس خلي غدوه ان شاء الله ونجيكم ايه ان شاء الله هيا بقي على خير طبعك تركي شابة ها ماشي خير ها جوز صح جوزي تفضل درك وراني نشبه العباد اي ما خفيفه واحد هيا قولي واش رايك في هاد الحبه واش رايك في هاد الحبه ما شفتهاش ملي كان في عمري 17 سنة ما شفتش دار إن شاء الله المعيشة اللي كنت عايشتها ما تزيديش تعيشيها خلاص إن شاء الله يا وليدي إن شاء الله مش نطلب منكم السماحة وليداتي تعبتكم معايا بزاف ولا غير تعبتكم لا أنت اللي تسمحينا خاطرش كان من حقنا هذا شحال ملي جينا وخرجناك من البؤس اللي كنت عايشة فيه قولي لي واش حبيت تشربي نجيب لك اتاي ولا قهوة ولا عصير مش تشربي خالتي فاطمة يا وليدي جيب لي تحب حاضر تحب وليدي هاكي مليحة شوية انتي كيفاش راح تهربي عليا جبتيني حتى انا وتروحي تقعدي تباتي معايا لو نحتاجك بنيتي ان شاء الله خالتي فاطمة ما خليكش اليوم بات معاك اقعدي معايا صحيتي بنيتي صدري هيا تفضل صح حكيم يسلمك تخيرك ما ننساش والله ما ننسى الله يسلمك بلمزية إذا ما راكيش تعبانة نجمو نكملو لا مش تعبانة وليدي مش تعبانة إذا راكي تعبانة ما كملو مش تعبانة نكملو نحكي لوليدي الله تحبط طلعت حبت من قد شو نروح لدارنا نروح لدارنا مش راح نقول لوالدي جتني حاجة واحدة برك في بالي دكتور روحي ونتهنى يا اخي مصيبه يا بسم الله الرحمن يا اخي مصيبه يا حيدك علاش ما قتلتيش علاش قتلتك يا بنتي علاش علاش قتلك علاش راكي صغيره وراكي شابه نوضي يا بنتي نوضي ديك السبيطار نوضي نوري غير بالعقل ركبنا في الطوموبيل رحت معاه داني عند مرته وولاده قعدت عندهم 3 أشهر 3 أشهر وانا قاعدة عندهم بعد ما كبرت قرشي بدا همي يكبر باش ما نزيد لهم شم على هم واحد الليلة هزيت حوايجي فتحت الباب خرجت وهملت خالتي فاطمة يظهر اللي تخلقتي نحبسو دار يا وليدي ما يقلقنيش خليني نخرج ونرتاح هاكي خالتي فاطمة شربي شوية Thank you.
وعلاش الخساره هذه وعلاش؟ نعيدك هيا اضرب يا ما تعاود تشوي لي بعد النقاره هيا اضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. خلتي فاطمه يدار لي تقلقتي نحبسو خير. ما تقلقتش يا وليدي خليني نهضر نصرح. هاكي خالتي فاطمه نصرح شربي وحكي غير بغردك. وكل حق 9 شهور قربت نولد خرجت نحوس على مكان نولد فيه. غريبه ماكيش منا. ايه ما رانيش منا وانت واش دخلك؟ غتني الحاله اللي كيفيها والولد هذا ما عندوش باباه. ما عندوش باباه انا باباه انا يماه. ما عندك حتى واحد باش راكي عايشه كيما عايشين الناس كامل. حسب لك غير انا عايشه هكذا الدنيا راهي معمره كناس بحالي. واش راكي ناوية ديري؟ روح سبيطار ما ندورش في المستشفى يتقبلوك بلا كواغط. علاش ما يقبلونيش؟ مانيش بنادم عشا ولله. انا حبيت نديك لداري حتى يزيد المزيود هذا. انت علاش عليك هادشي كامل؟ وعلاش خلاص الرحمة من قلوب الناس؟ صح انا ما عنديش دراهم نرجعهم لك. صار عليك انا ما طلبت منك والو. نودي كراك هنا يلزمني نسميك. بصح واش راح نسميك؟ هاك تشوف معايا هاك تسمع تشوف مع ماما واش هاك تشوف؟ هادي هي راح تعيش معايا طول حياتك. انا يماك انا باباك. ولا نقول لك باش ما تعيش حياتك كما عشتها يماك نسميك سعيد على اسم بابا. عجبك سعيد؟ يا دراون راك يا بابا وش العزب تاعنا؟ ويضحك ماما بخير شباب وليدي شباب فنجي. بمس الخير. مس الخير. هذه هي دار ست مريم. نعم هنا دار ست مريم. لهنا اللي زاد عندكم صابي. علاش؟ كيفاش هذا وعلاش؟ لازم عليكم تخبروا المستشفى البلدية. أنا ما على باليش. كيفاش هذا ما على بالكش؟ شوفي أنا راني مبعوثة من الوزارة ولازم عليا دوك ندي هذا الطفل باش نديروا له الوقاية الكاملة. خير ملي نعودوا في دار الشرعة. أنا ما على باليش. جوز نديها جوز. مساء الخير. جيبيه ما تخافيش. عطيه ما تخافيش انا معاها انا.
هاي جيبي مديهولي. بسم الله بسم الله بسم الله. العشية أنا رجع حولك. بسم الله على بنتي. يا يما صح يا ميما يا ميما تاعي يا ميما. الوقت تاعكم كان صعيب بزاف. كان صعيب بزاف يا بنتي. انتوما راكم عايشين في جنه فوق ارض. جنه فوق ارض. المراه تخدمها الراجل حريه تامه الحمد ربي. بصح الجيل تاعنا مازال يعاني من هذه المغامرات. والمراه عمرها ما كانت مهنيه. المراه ما تكونش مهنيه مع واحد كيما حكيم. ولد مربي ولد فاميليا وعاقل محترم. ايه محترم محترم فوق اللازم. خلي فاطمة قولي لي سامية. انا لاحظته مهتم بيك بزاف صح ولا ماشي صح؟ ها وهذا الشيء ظهر لهذا الحد؟ هذا الشيء شفته في عيني وشفته في عيني كثير ثاني. صح هو مازال ما شاف والو. شاف والو. انا قلت لك تقول ولد مربي ومحترم ولاود عنده مشاكل. شكون هذا اللي عنده المشاكل؟ كنت نحكي لها على وليدي. انت هذا راه حي ولا ميت ولا قولي لي. صحتك خالي فاطمه. راكي خير من اللي كنتي. ريحت؟ لا لا ريحت ما ريحت الحمد لله. نجمو نواصلو؟ نواصلو. فكروني ونحبسنا نمرلو. حبستي كير ممرضه دات تطفل وراحت. خفيش ولا غير عديد. لقيتيها؟ رحت حتى المستشفى اللي رحت معاها ليه وحوس كامل على الممرضه العايبه. ما قالوا لي ما عندنا حتى ممرضه عايبه. كيفاش ما عندهمش هذا؟ رحتي نشوف واحد. يا يما يا يما لوليدي يا ناس وليدي انا شفتو لي كبتي وعلاش لا غالب. كيفاش لا غالب؟ انت اللي قلتي ديها لها وراه محوايجي. في بيت صابون. قول لي ما تخدمش معك وحده لداخل ممرضه رقيقه وعيبه. حبيتي تقولي كعوانه؟ ايه. ما عندناش هنا في سيرفيس كاع. يا خويا الله يسجيك تشوفي الداخل. راني نقول لك ما كاش. بالك ما رديتش بالك ولا في خاطري. الله يسجيك. خليني انا رايح انا. الباقي رانا نعرفوها. السجن التشرد. قولي لي يما العنوان تاع داركم مازال تكشفي عليه؟ كنا نسكنوا في 25 شارع الحريه. سميه انا سمحوا لي راح نقضي صالحه ونرجع. ما تطولش حكيمه. خالتي فاطمه واش تقولي كنا نشربوا قهوه؟ يا يابا Thank you.
كي شربي بصحتك خالتي فاطمه. النوم الفوق ان شاء الله نمكن لكم شربك غير الحاجه المليحه باش ترفدي صحتك. كثر خيرك بنيتي. الله يعطيك ما تتمني، الله يزين سعدك. عندي ما درت خالتي فاطمه وعلاه. ثلاث ايام هذو اللي فوتهم معكم يا بنتي لغر الدنيا وما فيها. شوفي خالتي فاطمه، المعيشه اللي عشتيها خلاص ديري خط عليها ونسيها ان شاء الله يا بنتي. اسمحي لي. مساء الخير. اي هنا ست مريم؟ لا لا ما كاش. وفي وقت جاي؟ جي غدوه ان شاء الله. ما انا مانيش متحركه من هنا حتى نشوفها. قلت لك انا ما نتحركش من هنا حتى نشوف ست مريم. راكي تسمعي؟ يا وقت المريضه وين راكي داخله يا ماما؟ شبيه انا اللي قاعده هنا حتى لي تجي. الشرطه يدو. يا سمية مريم هي اللي تخاف الشرطه. ما لا دوك نروح نجيبهم لك وثاني معاهم. خالتي فاطمه قعدي دوك نجيبهم. واش فيك يا مرا؟ يا سمية انت اللي سرقتي لي ابني في السبيطار. انا ما نعرفكش يا مرا. والله العظيم غير انت. ما نعرفك. وين درتي لي وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ يا مرا واش بيك؟ انا ما نعرفكش. انت اللي ديتيه. يا ما انت اللي سرقتي لي ابني في السبيطار. مش فعليك خلاص يا ما كي غلطانه فيا. واش بيك؟ وين درتي لي وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ مانيش انا ما نعرفك لا انت لا وليدك. مانيش غلطانه قلت لك وليدي وين راح. انا ما نعرفكش يا ما. والله العظيم غير انت. ما ماكي هي اللي سرقت مني. انت قلتي فاطمه واش كاين؟ هذه هي فهمي اللي اختك سرقتي ابني في السبيطار. هذه هي كي غلطانه فيا. والله العظيم غير هي هي اللي دارت ابني في السبيطار. انا لحقني يا وليدي. واش راكي ديري هناك؟ انا اللي خلفت ست مريم. حبسي خالتي فاطمه بلا كلمه. خالتي فاطمه بلا كلمه. مانيش انا واش بيا يا ورا وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ حبسي خالتي فاطمه بلا كلمه. خالتي فاطمه بلا كلمه. مانيش انا واش بيا يا ورا وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ مانيش انا يا مخلوقه. ورا وليدي يا ما كي غلطانه فيا. واش بيك؟ اطلقني عليها. اخرجي اخرجي. اطلقني اطلقني. يا ما كي غلطانه فيا. واش بيك؟ ورا وليدي تجيبيه من الارض ولا من السماء؟ مالا شوفي هاي اللي دارتك وليدك وهاو الولد. تاني تراني حاس بنفس الشيء. ولفتك يا وليد. Thank you.
السلام عليكم. مرحبا بكم، زارتنا بركه. الله يسلمك. جينا سوسوا مع القهوه، ريحتها شميتها من برا. وكيفاه هذه قهوه رياضو، قهوه صح.